مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك. حبي مش عادي مشاعري من زمن تاني بحبك. مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك. حبي مش عادي مشاعري من زمن تاني وروحي ساكنة في روحي في قلبي. شفتي شرياني دموعي تجري في عيوني وتدبل كل أحزاني. وروحي ساكنة في روحي قلبي. شفتي شرياني دموعي تجري في وبفرح والحياة فرحة لو انتي راضية ومسامحة وضحكة. شمس في صباحي عشانك ولا علشاني. وبفرح والحياة فرحة لو انتي راضية ومسامحة وضحكة. شمس في صباحي عشانك ولا علشاني. وروحي ساكنة في روحي في قلبي. شفتي شرياني دموعي تجري في عيوني وتدفن كل أحزاني. وروحي ساكنة في روحي قلبي. شفتي شرياني دموعي تجري في ممكن يعني تطلع بقى فرنسا. مش عارف بس افتكر ليه. وانت اصلا رايح فين؟ والله ما انا عارف. انا قلت اجرب هنا الاول علشان عندي اصحاب كتير في ايطاليا. انا ممكن اعرف انتوا رفضتوني ايه؟ لا ما اعرفش. بس انا قدمت كل الاوراق المطلوبه. يا استاذ السفر بقى صعب قوي من دول. حظك كده. طب هو انا ممكن اقدم تاني امتى؟ سنه سنتين. وعلى فكره ما دام اترفضت هنا مش هتقبل في اي دوله اوروبيه. لازم تستنى شويه. ايه الاخبار الدوك ميزه؟ ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي معانا الكافيتيريا؟ بقول لكم يا جماعه في محاضره محاسبه لازم نحضرها. لا مش لازم خالص، دكتور فوزي ده خانق اخلاقك. فعمل ايه كده غلبان؟ ده بيقف يسمع الكتاب كله، في ملل اكتر من كده في الدنيا؟ انا هحضر في بيزنس بيني وبينه، مش بس مسخره من لذينه بيصحيني من النوم. هو يا محسن لو انت ارتحت ونمت في الويكند مش هتنام في المحاضره. ازاي بس يا مروه الكلام ده؟ اصلا ما تعرفش ان اكل العيش مر. ليلها فاكر. انا القانون الدولي ده مش فاهمه فيه اي حاجه، حاسه اني هطلع بيه تاني. يا شيخه ما تفوليش على نفسك، بكره ان شاء الله هجيب لك ملزمه للدكتور البراتي يخليك القانون ده زي المره. يا ريت. ده الجماعه هم. خلاص يا جماعه، محسن حول بقى تبع كليه الحقوق. الله، المزه جت معاه المز بتاع الحيله. بس دمه خفيف. وجيبه اخف. والنبي لازمته ايه يوم الاجازه ده؟ عشان اشتغل اكتر واجيب فلوس اكتر ونتنيل بقى نتجوز. قولي لي بقى انت عملتي ايه؟ مفيش يا اخويا، مسحت الشقه وغسلت هدوم اخواتي وطبخت. ايه رايك؟
ما شاء الله. What a nice weekend. أخبار الكاسات معك إيه؟ الحمد لله تمام. ليلى كانت بتحكي لي النهاردة إن في قاعدة في فندق على النيل الروف. تبقى كأنك طاير كده في السماء زي كل القرف اللي إحنا فيه ده على الأرض. الفندق الجديد اللي فتح ده؟ آه. تعالي تعالي. بجد؟ امسكي. ماسكة كويس؟ أهو. امسكي أوي. أهو. إلا بالحق إحنا. يعني لما تخيلي عيش الزوجية كده بتحلمي بإيه؟ بحلم ببيت على النيل كبير، 7 أوض وثلاث حمامات، ونجيب العفش من إيطاليا، ونجيب كلب صغير. كلب لأ. ليه؟ أنا بخاف من الكلاب. وبعدين العفش من إيطاليا ده؟ ده على كده عمرنا ما هنتجوز، أنت بتعجزيني يا بنتي؟ وإيه ثلاث حمامات؟ بحلم يا عزة. ما تحلمي على قدنا. يعني أحلمي بأوضة، بعفشة مية، بعفش من دمياط. دمياط؟ على فكرة انت عمرك ما هتلاقي راجل جد زيي، ولا حد عارف طريقه زي ما انا عارف. انا يمكن في البدايه بدات دراستي متاخر، بس انا حاسس كده ان انا هبقى اهم محامي في مصر. يا ريت. انا حيشك. حيشني انت؟ حيشاني ونشط طريقك يعني. سيره، طب اعمل لك ايه؟ ما انت مش مخلينا اقابل امك ولا المحروس اخوك. نقرا فاتحه على الاقل. هما مش بيقولوا برضه ورق كله عظيم حنه؟ انت مستعجل قوي كده. زي ما مبسوطين ونحب بعض اهو. صحيح يعني بتقعدني في حتت واقعه ونصكم. انا نازله يا ماما، عايزه حاجه؟ ايوه يا حبيبتي، عايزه جلاد بني وتيكت وست كراسات صفحه وصفحه. حاضر. سلام يا ماما. استني هالة، عايزك. خير؟ ترجع على الساعه كام؟ الساعه 8 كده ان شاء الله. عايزك تبقي تقولي لمحسن لو يقدر يعني يسلفني 500 جنيه لغايه اول الشهر. مش هينفع يا بابا، لما تبقى ترجعه له اللي عليك الاول. طب مش عايز تأخير بقى؟ ها؟ حاضر. سلام. سلام. ازيك عاملة ايه؟ كويسة. النهاردة عندنا زباين كتير قوي، 5 في عين العدو. 5؟ دول كتير قوي. انت قدها وقدود. ايوه بس انا عندي مذاكره كتير. معلش بقى، موسم كل سنه وانت طيبه. ايه ده، انت ما بتاكليش ليه؟ الاكل هيبر، ممكن بابا يتاخر. يلا حبيبتي كلي. بابي، انت مش هتيجي تتعشى؟ لا انا مشغول شويه. قول انت. بابي. بابي. ايوه يا مروه، في ايه؟ اكلتي خلاص؟ مش جعانة، عايزة فلوس. خدي اللي انت عاوزاه. خدت 100 جنيه. انا رايحة عند حنان اذاكر عندها. اوكي، متأخريش. ها؟ الو. ايوه. لا لا، ولا مشغول ولا حاجة. انت فينك يا راجل؟ اي خدمة يا نسا؟ مستعطية في الخدمة. لا شكرا، ربنا يخليك. ازيك يا حوده، عامل ايه؟ عامل كوبايه شاي نمائيه تستاهل بقى. انت مالك لابس كده ليه؟ اصل بشتغل بعد المدرسه مع الاستاذ عطيه صاحب الورشه دي، وعامل الشاي من صنع ايديا. والله برافو عليك. امال ايه، ده ناس ميكانيكي قد الدنيا. انا اذنك بقى، اصل ما استغناش عني سنه. مش يا استاذ محمود، اتحلى شويه. شفتي؟ مش قلت لك؟ طب يلا. تحدد اللائحه التنفيذيه لقطاع الاجراءات دعوه الجامعه. عمل لها حق. تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم يا حبيبي. تعب نفسك يا فندم. لا ولا تعب ولا حاجه، لازم تاكل وتتغذى، الامتحانات قربت. يا رب يا بنات تنجحوا اخر السنه دي. مادام ايهاب اللي بيذاكر لنا يبقى اكيد هننجح. طبعا، مش خريج هندسه بتقدير جيد جدا. واديكي شايفه اخرتها، حتى تعمل في محطه بنزين. 7 صنايع وطلع صايع. ما تقوليش كده، بكره هتشوفي ايهاب هيبقى ايه. هيبقى ايه؟ الملف الساعد. انا نازله اجيب قماش لما اجي اخوكي محمود على الشيء. يا
طيب هم انا بقى منك شويه عشان تركزوا. ها على اقل من مهلك هحطهولك على نار هاديه. رفضوا يدوني الفيزا. ما تزعلش نفسك، يمكن الوظيفه اللي انت مقدم عليها تديلك. كان نفسي اسافر بره اعمل شويه فلوس عشان لما تقدم لابوكي ما يرفضش. وانا بقى ما كنتش عايزك تسافر تتبهدل لوحدك. انت ما سمعتش عن اللي بيموتوا في البحر بسبب حلم السفر ده؟ وايه الفرق؟ انا كده كده متبهدل هنا، وبعدين في ناس سافرت بره ونجحت. كده مش فاضل لي غير الخليج. انا ممكن اكلم بابي، عنده اصحاب كتير هناك، ايه رايك؟ مش عارف. كلمه بطل كيفه بقى، حنان زمانها رجع. ايه يا تيتا بتعيطي ليه حبيبتي؟ ايه ده وبعدين ما اكلتيش ولا خدتي الدواء كمان؟ لا بس زعلانه على ندى يا ابني، عماله تضحي عشان اخواتها. ما تقلقيش على ندى يا تيتا، بكره ندى تتجوز تبقى زي الفل ان شاء الله. المهم احنا لازم ناكل كويس وناخد الدواء عشان انا مش عايزه اقلق عليكي بر، انا ورايا شغل. بس يا محسن يا ابني، ندى دي بتفكرني بامك الله يرحمها. عايزه الله يرحمها يا تيتا. يلا حصلت البركه يا معلم. كانش له لزوم التعب ده، احنا مش عاوزين نعطلك. هما كلمتين، عاوزينك تشوف لو نقدر نرفع قضيه على حماه الواد ابني ده. ليه كفلنا الشر؟ ده ست نجوى ست طيبه، وبعدين هي مش معاده يعني ابنك ومراته عندها في البيت؟ ده ناس ما لهاش الا عمرك في الراحه. كانت دوام الحال من المحال، لكن الوليه اتجننت وعاوزه تتجوز. غارت لما شافتني مالي بنتها. بس يا واد بص بقى يا معلم، القاضي يقدر يطلق اي نعم، بس ما يقدرش يمنع حد من الجواز. ما انت لو جبت لنا افوكاتو جدع هيقدر يمنعه ويمنع ابوها كمان. افوكاتو جدع، افوكاتو جدع، افوكاتو جدع. طب بقول لك يا معلم، انت مش بتقول ان الست دي نفسها تفتح على الجواز؟ طب خلاص تقوم انت بالمصلحه دي ويبقى زيتكم في دقيقكم. ولا انت يعني لما اخذ العظمه كبرت؟ كبرت كبرت ايه يا استاذ؟ ده نصبه مني. طب خير، يبقى على البركه وربنا يتمم بخير. انت تستاهل 100 جنيه مش 50 جنيه. الله يصلح حالك. يلا يا هلا. الف شكر يا معلم، نورت نورت يا استاذ. يا بركه دعاك يا امه، كلها حبه من دول واجيب احلى جهاز. بقول لك ايه، انا مش هقدر اشتغل بكره، تعبانه جدا وعندي مذاكره كتير. يا ماما مذاكره ايه؟ اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. الحقيقة ميه قرشين ينفعوك بعد التخرج بلا خيبة. أشوفك بكرة. فوزي منزل اسمك من ضمن المحرومين في اداره الاعمال. ايه عملها فوزي؟ معاه حق، ما انت نفضله على طول. ايه الغلاسه دي؟ وبعدين ده راجل خانق، احضر له ليه يعني؟ ده اول ما بيفتح بقه بنام. طب ويا حده هتعملي ايه دلوقتي؟ هروح له طبعا، ما فيهاش كلام، يا قاتل يا مقتول. بقول لك ايه، بلاش الجنونه بتاعتي دي، هيحرمك من امتحان اخر السنه كمان. ده غلبان بس كل الموضوع ان شمس الخليج سيحت له الجمجمه. هو كان في الخليج 15 سنه وعاملهم على قلبه قد كده. متجوز؟ لا مش متجوز، ومالوش في الموزز، ومن البيت للكلية ومن الكلية للبيت. لا 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 لا، مالوش في الموزز. هنشوف. ايه ده مش حاسس؟ حدثني بالمرة، مش حضرتك طلعت فرماني ما اخشش امتحان الترم؟ حضرتك ساكت ليه؟ اسمك ايه؟
حنان منصور. حنان منصور، انا متذكر الاسم ده. ممكن اعرف يا انسه حنان منصور انت ما بتحضرليش ليه خالص؟ اصل ايه؟ اصل يا دكتور انا ظروفي وحشه قوي. ليه في ايه ان شاء الله؟ ماما يا دكتور تعبانه خالص. مالها تعبانه؟ ما احنا كلنا تعبانين. لا تعبانه قوي تعبانه خالص يا حبيبتي يا ماما. طب خلاص ما تعيطيش، انا ان شاء الله هرجع كشوفات وهبقى ارفع اسمك من بعد. ميرسي يا دكتور، انا متشكره قوي لحضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يخليك لي يا رب ما يحرمنيش منك. انا اسفه يا دكتور، ميرسي. بطالي الدبوس هيشكك. اصل بنتك دي يا طنط كانت ممثله والله. ده انا كل ما افتكره وهو الدمعه تفر من عينه بموت من ده. الراجل ده طيب قوي بجد. طيب؟ مفيش راجل طيب. لا. ايه رايك حلو؟ بجنن يا طنط والله، تسلم ايدك. بص يا طنط، انا جبت لحضرتك 20 جنيه واخر الاسبوع ان شاء الله هكمل. انت خبت يا بنت، انا بقول هاخد منك فلوس. ربنا محتاجه الفلوس دي اخدها. شايفه بنتك يا طنط؟ ايه رايك يا مارا؟ مش عايزه فستان حلو زيه؟ لا ميرسي يا طنط مش محتاجه. هو ايهاب هيتاخر؟ يا حبيبتي عندنا باتشيا النهارده. في ايه؟ قرب قرب، خدك كيس ولا ايه؟ خدك كيس ولا ايه؟ قول ان انا سالت من الولاد. زي الفل، ربنا كرمني اخر كرم النهارده. طب يا ولد، جيتي في وقتك. طلع نمشي كامر على الحصال عدل. ماشي وحياه ماما، وريني الجيب التاني. لا لا مش قدام الناس كده، هنقول هتفضحينا. وريني. خلاص حاضر لسه. خدي وريني. اشتغل ازاي انا بقى دلوقتي يا حبيبتي؟ لازم يكون في فلوس على جنب عشان اعرف اجيب بيها بضاعه ثانيه. ما لسه الشغل قدامك كتير اهو، وبعدين الزباين بسم الله ما شاء الله بتجيلك لحد نص الليل. الله اكبر الله اكبر يا حبيبتي، انت فلسطيني خالص. صباح الفل. صباح القشطة يا نونس، نمت كويس يا قمر؟ يعني دعيلي والنبي ان مشوار الشغلين ده يمشي ان شاء الله. ده عيالك على طول والله. تعالى عايزاك. اقعد يا بابا. خير. ناوي على انت ومروة؟ لا دي حاجة عايز سؤال. انت عارفة اننا بنحب بعض وعايزين نتجوز. في يا ماما؟ اني خايفة عليك يا ابني، خايفة قلبك ينكسر. هما فين واحنا فين يا إيهاب؟ تلاقيش. استاذ احمد متأسفين، طلبك في الوظيفة اترفض. استاذ إيهاب طلبك بخصوص الوظيفة اترفض. استاذ محمد متأسفين، طلبك بخصوص الوظيفة اترفض. استاذ تامر متأسفين، طلبك بخصوص الوظيفة اترفض. أنا سامونا، طلبك في الوظيفة اتقبل، تفضلي قبل المدير. وادي الشغلانة دي كمان ضاعت. كلمتي بابا؟ كان نايم لما رجعت، ولما صحيت ما كانش موجود. أنت ليه مش قادر تستنى لغاية ما أخلص كلية ونسافر سوا؟ لازم أعمل فلوس الأول يا مروة. طول ما أنا عامل في بنزينة كده مش هقدر أقابل باباكي. هنبدأ نلف كده كتير. انا مش لاقي حته هاديه نقعد فيها. طب بقول لك ايه، ما تيجي نقعد عندنا فوق السطح؟ برضه بتاع السطح فيها ايه؟ هنقعد نشرب شاي ونقول الكلمتين لو قاعدين براحتنا. يعني ايه ده؟ طب اركن هنا. اركن فين؟ اركن بس يا عزه تعالى. يلا نهار اسود، ده فندق 5 نجوم. استني بس يا حنان، احنا نروح السطح احسن. ده هنا تلاقي كوبات شاي ب 20 ولا 30 جنيه. هوريك حاجه. توريني ايه؟ تعالى ما تخافش. بقول لك ايه؟ انا لاخر مره بقول لك انا معيش غير 20 جنيه في جيبي من قشطه، هنروح كده في داهيه. ما تخافش يا عزة. هم دول اللي معايا كلهم. ما تخافش مش هتدفع مليم قلت لك. في
فهمت ليه كوبايه الشاي ب 30 و40 جنيه. صباح الخير. هي الأنسة اللي بتقعد جنبك ما جاتش النهاردة برضو؟ ها؟ الأنسة اللي بتقعد هنا؟ حنان منصور؟ أيوة. لا يا دكتور ما جاتش. شكرا. تالي البيت. ايوه البيت. انت بتفهم عربي ولا لا؟ خلاص انتهينا. امسكي يا هلول. حطي ايده في الحصار. خدي بقى ايه؟ ساندوتش ده؟ كل ما انا عشان حسيت طعم الاكل. ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس يا محسن. بقول لك ايه؟ ها؟ انت لازم تشوف لك شغلانه تانية. عشان عايزين نتجوز بسرعه بقى. خلاص ما بقتش طايقه البيت ده. شغلانه تانية؟ ايه الاوفر ده؟ يعني كلية الصبح وشغل بالليل ومش بكفيكي كمان يا هلا؟ محسن انت عندك وقت بالليل من 4 لـ 7 ممكن تشتغل وتستغله. مش انت الراجل؟ الراجل شغلانته ايه في الدنيا غير انه يشقى ويتعب ويصرف؟ حاضر يا ستي. صدقني انا حاسس ان نهايتي هتبقى على ايدك. بس هتكون احلى نية ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور عشان ما جتش المحاضرة. معلش. متزعلش مني. لدرجة انك تغيبي لمدة اسبوع؟ ما انا قلت لحضرتك يا دكتور قبل كده ماما تعبانه قوي. الف سلامه عليها. ويا ستي لو على المحاضرات اللي فاتتك يعني انا ممكن اشرحها لك في اي وقت لوحدك. لوحدي؟ قصدي يعني عشان ماما ما تقلقش وتطمن وانت كمان تطمني. سلام يا دكتور. وانا طول واحد في عبقريه دكتور زويل ورجوله وسامه توم كروز اشرح لي لوحدي؟ لا تقبلي شويه معلش. طب يعني عبقري الدكتور زويل ماشي انما وسامه اسمه ايه ده؟ حتى شكلي عادي جدا. حضرتك بس اللي مش حاسس بنفسك. انت رايح رحله بكره؟ هو حضرتك رايح؟ يبقى اكيد هيجي. ميرسي يا دكتور. العفو. مع السلامه. ذاكر كويس ها؟ ازيك يا دكتور؟ انا ازيك؟ انا جبت لحضرتك كل حاجه جنبي. جبت لحضرتك اللي بتاع الصال. ايه؟ كنت عنده بعتذر له عشان ما حضرتش المحاضره اللي فاتت. بس كده ولا كان في حاجه تانية؟ تانية وثالثه كمان. ايه المشكله؟ ما انا واخده بالي انه معجب بيكي. بس ياك بقى ما يكونش اعجاب متبادل. ولا يكون؟ اولا ده راجل مليان من الخير. ثانيا مش متجوز. ثالثا ليه ما كنتش انا العروسه؟ وعزت يا بنتي لو فوزي وقع عزت موجود. يا بنتي دكتور فوزي ده قد ابوكي. امال اتجوز واحد زي سي محسن بتاعك ده ومين اللي هيصرف علينا احنا الاثنين ان شاء الله؟ المهم الحب. طب انت عارفه انا بحب محسن ليه؟ عشان مكافح ومتفائل ومؤمن جدا ان احنا حتى لو صادفتنا اي مشاكل هتتحل ان شاء الله وهنتجوز في الاخر. هي كلام المسلسلات ده. بقول لكم ايه؟ كافحوا انتوا زي ما انتوا عايزين وسيبونا انا اخد واحد جاهز ومخلص كفاح من زمان. اوكي؟ باي. بص انا هاخد ده اوكي وده وده كام يا مصر؟ لا يا دكتور كام ايه بقى؟ خلاص اللي تشوف حضرتك. بص خلص عندي محاضرات. عشان خاطرك يا دكتور 100 جنيه. اوكي بص المره الجايه عايز شويه شربات. ها اوكي سيب. حلو قوي. كام دي؟ دي عشان خاطرك ب 40,000. 40,000 ايه؟ 40,000 جنيه يا باشا. طب
طب يعني حضرتك انا لو رحت دمياط الاسعار ما تكونش هناك اهدى شويه؟ انا بقول تروح دمياط وتسال بنفسك. سلام. كده الفلوس اللي معايا دي ما تجيبش مولة السرير حتى. لا ده انا لازم اشد الحزام. بس اشد اكتر من كده اعمل ايه يعني؟ ده مصيبه سودة عشان اخش على امراه تدفع 40,000 جنيه. اوراقك كلها مظبوطه. احنا عندنا ليك كام شغلانه، يا اما في دبي يا اما في الكويت. يا ريت يا فندم. وده هيكلفني كام؟ في الاول هناخد منك 10,000 جنيه بس، وان شاء الله لما تجيلك الشغلانه هناخد 20,000 كمان. يعني 30,000 جنيه؟ بس. بس ايه؟ ده كتير قوي. والله هي دي اسعارنا. وعلى فكره لو حضرتك ما عجبتكش الشغلانه مش هنعرف نرجع لك ال 10,000 جنيه. شكرا قوي. هفكر في الموضوع. هاي بابي، انت فاضي؟ كنت عايزه اتكلم معاك شويه. دلوقتي مشغول، ممكن بالليل؟ 5 دقايق بس، مش هاخد من وقتك كتير. يا حبيبتي بقولك مشغول، هكلمك بعدين. اوكي باي، انبسطي في الرحله. بابي انت لسه ما نزلتيش؟ قلت لك عايزه اتكلم معاك. مش اتاخري كده على الرحله بتاعتك؟ مش مهم الرحله، تتحرق الرحله. مروه في ايه؟ مالك من امتى بنتكلم بالطريقه دي؟ سوري بس لازم اكلمك قبل ما انزل. طيب ابعت الايميل ده ونتكلم. ها كنت عايزه تقولي ايه؟ في ايه يا مرو؟ عاوزه فلوس؟ الموضوع بخصوص ايهاب اخو حنان صاحبتي، لو تقدر تكلم. الو. ايوه. يعني ايه الشيك ما وصلش؟ لا 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 كلام فارغ، احنا بنلعب ولا ايه؟ لا 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 انا هتصرف مع الحيوان ده. سوري مروة، I have to go. هنتكلم. ها بعدين. هنتكلم بعدين. بس يا محمود. نعم يا اسطى. هات لي مفتاح 10 وهات لي فرقه عشان نظبط التكات ديت. حاضر يا اسطى. بقيت اسطى انا. اتفضل يا اسطى. عفارم عليك يا محمود. إيهاب ولد يا ابن اللذيذ. ازيك يا سليم؟ ازيك يا ابو؟ وحشني يا ولد. انت كمان. الحاجة عاملة ايه؟ اطمنت عليها؟ اه الحمد لله، بس السكر تعبها شوية. يا ابني بطل سرمحة بقى وتقعد معاها شوية. يا ريت يا إيهاب، بس اعمل ايه؟ عندي شغل كتير وبسافر كتير. بركة فيك برضه. طبعا يا ابني دي زي امي. انما ايه يا عم الشقلطة دي؟ وايه العربيات الجامدة دي؟ يا ابني ارحمني يا ابني، اخر عربية ولعت. وانت عامل ايه؟ مش عارفين دلوقتي. لسه في البنزين. معلش بكره توفق. اسمع يا علف، انا لو سمعت عن اي شغلانه هتصل بيك. يا ريت يا سليم، بدل المرمطه اللي الواحد فيها. قول سليم بيه انه ساعتين ظبط لك العربيه وخلى لك 100 100. حاضر يا اسطى. عربيه بقت زي الفل يا تكنو بيه. ده اسمه ابي سليم. ما انت اللي بلتني بقى ايام الجامعه. لا تحترمني يا شويه. احترمني يا نار. ايه ايوه مر. في ايه؟ طيب طيب هحاول. انت كويس؟ بقول لك ايه، انت وراك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. طب تعالى عايزك في مشوار. يلا. بيني أقول
يعني الحب عني يزول. ما دمت أنا بهاجر مش عارف أقول لك إيه. سلمني على الحب. كلمني بنفسك. عارفة يعني ايه تبقي عايشة في بيت 500 متر مع اب مش حاسس بيكي؟ لا مش عارفة، عشان احنا يا اختي عايشين في حق بننام فيه فوق بعض، وابويا ده بقى بشوفه في الرايحة والجاية. انا بتكلم بجد، انا ببقى مخنوقة وانا لوحدي. عمري ما حسيت ان عندي عيلة زي بقية الناس، بس وانا مع ايهاب وعيلته بحس بامان، بحس اني مش لوحدي. خلاص انا هعمل معاكي ديل جامد قوي. انت تيجي تقعدي عندي شهرين تستمتع فيهم بالجو الاسري الهادي اللي انا عايشاه، وانا اجي اقعد عندك عشان اعرف اركز واذاكر بقى والنبي. ايه يا ليلى في ايه مالك؟ اولا بسمع كلامكم، بس اللي اسمع بلاوي الناس تهون عليه بلويته. ازيك يا مرة؟ ازيك يا ايهاب؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا ايهاب. ايه انا ماشيه بقى عشان اشوف محسن، عايزين حاجه؟ لا مش سي. تيجي معايا؟ لا انا هفضل. عايز اتكلم معاكي. اوكي. تعبت من الرفض يا مروة، حاسس اني فاشل. ساعات بحس بالذنب ناحيتك اني سمحت لنفسي وحبيتك، وانا عارف ان ابوك عمره ما يوافق عليا. لازم يوافق، ايهاب انت الحاجة الوحيدة الصح في حياتي. وانا كمان انا من غيرك ممكن اموت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا يعني شايف الرجاله اللي بتشتغل ممكن بيت البنات. مروه جايه حالا يا دكتور. ولادي هيبي ولا ايه؟ اه طبعا جيت. ويقدر يسيبها لوحدها، ما يقدرش يبعد عنها ثانيه. عايزين اي مساعده مني ولا حاجه؟ لا الف شكر يا دكتور، ربنا يخليك. حنان حنان عندي كدي سم، البصل ده ممكن يخليك تعيطي. لا يا دكتور على فكره ده بصل اخضر ما بيعيطش. انا شايف ان هو ما بيعيطش برضه يا دكتور. حضرتك تقعد في الظل واحنا هنجيب لك اكل. طب بقول لك ايه، انا شايف ان احنا ناخد اكلنا ونخلع من هنا. اوكي يلا. طب انا هقعد هناك بقى. اتفضل يا فندم. اتفضل. علمي السمك. انت كويسه؟ طب يلا عشان ما يلوش عليك. ايه مالك في ايه؟ حنان انت في حاجه بينك وبين الدكتور فوزي؟ انا حاجه ازاي يعني؟ يعني شايف نظرات ولمسات ودمه خفيف. لا يعني. عزت كله لا ده، انت بتشك فيا يا حبيبتي؟ انا لو شكيت فيكي هتشوفي الوش تاني غير ده خالص. انا ما شفتش فيك ولا حاجه حبيبتي، بس هو الراجل ده ببصاته كده بيجننك يا حبيبتي. اسمعي بس، اي حاجه انت نفسك فيها اجيبها لك والله. عايزه نقول خلول. والله لك بيقول اعيبه اشوفه. ابويا كان تاجر كبير، فجأة خسر كل حاجة، مات بحسرته. أمي ما استحملتش ماتت بعديه على طول، سابوني أنا لوحدي أشقى وأتعب عشان أصرف على نفسي وعلى جدتي. عشان كده بتخاف من الفقر؟ أيوه. عارف أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ إيه؟ إنك راجل بتعتمد على نفسك. عارفة أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ انك بنت جدع ودايما واقفه جنبي. طب خلاص بقى، خايف من ايه؟ احنا جنب بعض اهو، بنحب بعض. بعدين انت مخك كبير قوي، تفهم في مليون حاجه، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. حبيبتي
حبيبتي انا عمري ما هخاف طول ما انت جنبي. مالك يا بابا؟ ايه اللي مصهرك لدلوقتي؟ في حاجه؟ مفيش. مفيش ايه؟ وانا مش عارفاك. في ايه؟ لازم اتجوز مرة. هو ده اللي مصهرك؟ طب ومستعجل على ايه؟ عملت ايه في الشغلانه؟ رفضوا. ولا يهم، بكره تفرج وتلم لك قرشين، بس استنى شويه على الجواز. ما ينفعش استنى، لازم اتجوزها. هو في ايه؟ يا لهوي، ليه كده يا هاي؟ ليه ده انت عندك اخت؟ انا ما ضحكتش عليها، احنا الاثنين بنحب بعض وكنا عايزين كده. باباها هيوافق؟ مش عارف. ايه يا ايهاب؟ خير؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير. في حاجه؟ يعني لازم بقى في حاجه عشان واحد يشوف ابوه. لا يعني عشان اصلك اول مره تيجي الصبح بدري. يعني كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. ها؟ تعال خش. فطرت؟ شبعان. ما تقول يا ابني وخلصنا. انا كنت عايز حضرتك في موضوع يعني. يوه، وانا عايشك؟ ما قلت لك قول. طب اقول. اقعد انت. حضرتك عارف ان مهيتي صغيره. فهمت الموضوع باختصار، عايز فلوس. ايوه. روح قول لامك بقى تفك ايدها شويه. انا ببعت لكم كل شهر 500 جنيه. وهم ال 500 جنيه دول بيعملوا حاجه الزمان ده؟ دي هي اللي بعتها. اسكت انت، ده موضوع خاص بيا انا. انا بحب واحده وعايز اتجوزها في اسرع وقت. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل للشباب اليومين دول. يبقى الواحد فيهم مش لاقي اللضه وراسه ألف سيف لازم يتجوز، وبعد كده ياخد مراته ويدور يشحت بيها. هو اللي يطلب مساعده ابوه يبقى بيشحت؟ ما انت عايز ايه؟ عايز سلفه، عايزك تساعدني زي ما اي اب بيساعد ابنه. انا ابويا ما ساعدنيش، انا عملت نفسي بنفسي، اشتغلت وتعبت وعرقت. اعمل لكم شاي. شاي ايه بقى؟ هو ماشي خلاص. انا نازله بقى يا ماما. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي، مع السلامه. الله يسلمك. باي باي. ما تتاخريش بعد الكليه، تعالي على طول، عندنا ضيوف. ضيوف من دول؟ عريس. عريس؟ عريس غني قوي من بلدنا، من الاعيان، سمع عنك وعن اخلاقك وجاي عشان يخطبك. هو محسن؟ الواد التلميذ ده لا يعرف يساعدك ولا يقدر يتجوزك من اصله. ده انت حقتك تزغرتي في عيبك. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ حرام عليكم، محسن خطيبي. انتوا مش عارفين احنا بنحب بعض قد ايه؟ يا هلا، ابوك عايز مصلحتك. مصلحتي ايه؟ انا مصلحتي مع محسن ومش مع حد غيره، ومش هتجوز حد غيره. واللي عايزين تعملوه اعملوه براحتكم. قلت لك يا سيد، البنت مش هتوافق، العيال بيحبوا بعض. والنبي تتنيل انت كمان، بلا حب بلا نيله. احلى صباح شربات على هلال حبيبتي. ازيك يا قمر؟ زي الزفت. ايه هذا مالك فيه؟ جابوا لي عريس من الاعيان. نعم يا اختي، جابوا لك ايه؟ ما اعرفش بقى، اروح اتكلم معاهم. عريس ايه؟ يعني ايه عريس؟ مش فاهم. مرمانين ايه ان شاء الله؟ روح اتكلم معاهم بقى. يا محسن، محسن، محسن رايح فين؟ لا اتكلم معاهم واشوف ايه موضوع العريس. عيان ايه يا هالة؟ ابوك ده وش عيان؟ وديني اللي اطلع على السقف. بقول لك ايه، ده ابويا برضه. يوم يجيب لك عريس عليا هالة؟ ما انا رفضته، مش هقابل حد. تقابلي حد؟ ليه؟ هو كان جاي لكم ان شاء الله. الراجل شوكي فين؟ تعرفين منين قولي لي؟ ما اعرفوش، ده من البلد وليه سمع عني. اسمعي يا هالة، لو اهلك عايزين يجوزوك الراجل ده روح اتجوزيه. يلا كده برضه؟ الله يسامحك، الله يسامحك. يا هالة، يا هالة اسمعي، اسمعي مجنونة. هنعمل ايه؟ لازم اقابل باباكي. لو رفض؟
يبقى نعمل اللي احنا عايزين. انا مش صغير ولا انت صغيره، دي حياتنا. عزت، فوزي، عزت، فوزي، ألو؟ ألو؟ دكتور فوزي؟ أيوة؟ أنا حنين. هو أنت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ ظروف، شغل كتير والتزامات، السنين عدت وما حسيتش بيها. ولا ما لقيتش اللي تخطف؟ حنان مش ممكن انت شايقة خالص. الجايز ده اللي جذبني ليك لما شفتك أول مرة، فكرتيني بالبنت الوحيدة اللي حبيتها. شعرك، حكيتك، عينيكي، يا ربي كلها انت. اتجوزتهاش ليه؟ أهلها يا ستي غصبوها تتجوز واحد تاني، واحد جاهز، جوزها وسافرت معاه. لما شفتك حسيت كده إنها رجعت لي تاني. تسكي ممكن تردي، مفيش مشكلة، خد راحتك. الو، انت فين يا حنان؟ انا مستنيك بقالي اكتر من ساعة، انت مش معادنا واحدة الساعة 2 الوقت. انا مش هقدر اجي، اصل انا بتغدى مع واحدة صاحبتي. نعم، طب اتصلي قولي انا مش جاية، سايباني ملطوع اكتر من ساعة في الشارع. انا مش هقدر اتكلم كتير، اصلها كانت بتحكي لي عن موضوع شخصي، هتكلم اول ما اخلص. اوكي، بس عايز اشوفك ضروري عشان وحشتيني، كمان عشان عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ موضوع دمياط، احنا قررنا غيره. طيب بعدين. طيب سلام. سلام، باي. بحب بنت مجنونه. دي ماما، اصلها كانت مستنياني على الغدا. ماشي. لا اوكي، مفيش مشكله، بس طبعا ما قدرتش اقولها ان انا معاك. طبعا مفهوم. طبعا احنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انت حلوه قوي. الدور الرابع شقة 9. عارف، جيت هنا قبل كده. انا هلف لفه يمكن ساعه ونص كده وارجع لك، مش هتاخر عليك. اتحكي كده وخلي وشك بشوش، انت مش جاي تعزف. حاضر. لا ابدا، دي حاجه بسيطه ممكن اعملها لك، بس راجع القرض في ميعاده لان اسمي هيكون على خطاب الضمان وهو كذلك. طيب، مع السلامه. مع السلامه. انا اسمي ايهاب منصور. ايهاب منصور. انا ابقى اخو حنان، زميلة مروه بنت حضرتك. حنان. مروه قالت لي. ايوه، انا جاي اطلب من حضرتك ايد الانسة مروه. ويا ترى حضرتك بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا خريج كليه هندسه بتقدير جيد جدا، وحاليا بشتغل في محطه بنزين. محطه بنزين؟ حضرتك عارف ازمه الشباب، مفيش شغل. مفهوم. ولو انه سؤال سخيف، بس ماهيتك كام؟ 200 جنيه. تعرف مروه مصاريفها قد ايه في الشهر؟ اكيد كتير يا فندم، بس انا عندي امل ان انا اسافر اشتغل بره واكون نفسي. ارجوك توافق ولو حتى على خطوبه في الوقت الحالي. شوف يا استاذ ايهاب، الجواز عاوز فلوس، وفلوس كتير، عفش وشقه ومصاريف، وانا ما اقبلش وما اظنش انك انت برضه تقبل اني اصرف على جوز بنتي، وده اللي هيحصل لاني مش هسيبها تتبهدل. لو كانت مروه بنتك، كنت هتوافق تجوزها لواحد في ظروفك دي؟ انا برجوك توافق، احنا بنحب بعض، ادينا فرصتنا وصدقني مش هتندم. باباكي رفض يا مروه، رفض، ما عنده حق. لا، ما عندوش حق يفرق بينه، ومش هيفرق بينه. انا اسف يا مروه،
كانش المفروض نعمل كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا ايهاب؟ انا اسف. ايهاب ايهاب ماشي خلاص خلاص انا هجيلك على الكلام ده والله. ماشي طيب هكلمك تاني. اوكي مالك يا في ايه؟ زي الزفت. ليه اللي حصل؟ انا بتسيبني يا سليم انا مش طايق نفسي. اسيبك ازاي يا ابني وانت كده؟ ما تتكلم يالا في ايه؟ رحت اطلب مروه من ابوها رفض. طب بقول لك ايه؟ تعالى معايا ما تنامش وانت كده. هنروح على فين؟ كلاب اللي انا بشتغل فيه. جو حلو. تعالى ياض ما تنحش يا. يلا اركب. تحبيها بيضة؟ انت اتهبلتي؟ ايه الواد اللي انت بعتيهولي ده؟ ايه خلاص؟ مفيش عندك اي نوع من التمييز؟ ما انا حاولت اقولك مليون مره وانت عمرك ما سمعتني. ما تغيريش الموضوع، انا بقولك اهو مش عايزك تشوفي الولد اللي اسمه ايهاب ده بعد كده، ومفيش مذاكره عند حنان. ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش اسيب ايهاب، احنا بنحب بعض. وعشان بتحبوا بعض تربطي حياتك ومستقبلك مع واحد زي ده. ده مش حب، ده كلام فارغ. شوفي يا مروه بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، انا مش عايز اسمع سيره الولد ده بعد كده. خلاص انتهى الموضوع. Watch your back cause your mic gets smoked up. And pass the word, it's a little kick, big kick, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to. You fuck with me, now it's a must that I fuck with you. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and yalla! Ay, Ra'i! بس انت مش شايفه انه شويه شويه؟ بالعكس ده نوع جديد جه مع سليم. نايس خليه بقى يعرفه علينا. سليم ازاي؟ مين ده؟ واحد صاحبي. ليه؟ تعال عرفني عليه. بقولك ايه ده غلبان فكك منه. انت مالك اليومين دول؟ بقول لك تعالى وعرفني عليه. صاحبي ما يا صاحبي المحل. هاي يا اهل. ايه ده انت بتشرب بيرة؟ ما ينفعش. هات الازازه بتاعتي. اسمح لها. سليم روح انت الاغنيه هتخلص. اتأخرتي كده ليه؟ أصل سلامته كان مبلبع حباية. يعني اتبسطتي؟ خد بسط. مش هتاكلي؟ أكلت في الفندق. عبطوكي؟ خد. طب خلي حبة معاكي. مش عايزة. طيب هو احنا رايحين فين؟ عند مايا. مش عزمتك قبل ما نمشي؟ ايه عزمتني؟ انا مش فاكر. انا ممكن اروحك. لا لو تعبان يعني. انا مش شاكر قوي يا سليم انك خرجتني. انت صاحب كويس. بس اخر رحله كانت تجنن. لازم هنعملها تاني. تشيرز. كنت هزعل منك قوي لو ما جيتش. ميرسي يا سليم. تعالى بقى اعرفك على شخصيه مهمه جدا. اعرفك بقى بايهاب صاحب سليم. ازيك يا ايهاب؟ اهلا وسهلا.
رمزي شريكي. تشرب ويسكي برضو؟ مرة واحدة كده؟ خدت على كده بقى. المرة دي أكتر؟ والأستاذ إيهاب بقى اشتغل إيه؟ حالياً أنا موظف في بنزينة، يعني لحد ما ألاقي شغل. معقول؟ واحد زيك بيشتغل عامل في بنزينة؟ وكمان بيدور على شغل؟ دول أصحاب الشغل هم اللي يدوروا عليه. أه. اشرب ده وبعدين طيب؟ إيهاب فين يا حنان؟ بكلمه على الموبايل ما بيردش. مش عارفه يا مروه، لسه ما رجعش. هو في ايه؟ هقول لك بعدين، بس اول ما يجي يكلمني. مش هنام لحد ما يكلمني. طيب اوكي هقول له. باي. واحد فين؟ قلت تعالى بس هقول لك. ها؟ انا ها ايه رايك؟ هايله. ايوه سليم، هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه. هو انا روحت ازاي؟ انا اللي روحتك. مفيش حاجه حصلت، كنت سكران بس. في حاجه حصلت يا سليم. انا فاكر اني يا اخي بقول لك مفيش، انت كنت سكران. اوكي اشوفك بعدين. تاكل يا وحش. كل يا حبيبي ما تتكسفش. ولا بكرة.
ابوكي ده اللي قاعد مكتوم طول القعده، مش كفايه لك انا عايز يعمله؟ طب ايه يا محسن، انت هتفضحنا قدام السواق ولا ايه؟ على جنب هنا يا اسطى والنبي، على جنب هنا يا ابني. حاضر حاضر يا بيه، بس اعرف اركن. حاضر، ثواني ثواني. الباب ده ما بيفتحش ولا ايه؟ استنى يا ساعه البيه هفتح لك اهو. وايه الموضوع بالظبط؟ انت كنت حابسنا ولا ايه؟ لا يا بيه، اسلوكه مكسوره والاكره الايطالي واقفه 100 جنيه دلوقتي. 100 جنيه؟ ليه يعني؟ ويا ريت لقينا يا سعادة البيه. طب اسمع، ادي 120 جنيه والأكرة دي لازمة، بس أنا محتاجها برضه يا سعادة البيه. كمان 10 جنيه اهي. ها؟ اتكل على الله. شكرا يا سعادة البيه. حتة البتاعة دي ب 130 جنيه؟ ليه إن شاء الله هتعمل بيها إيه دي؟ هعمل بيها إيه؟ هفهمك بعدين، تعالي. مالك يا رايق؟ شكلك تعبان. هو اصلا ما بنامش كويس اليومين دول. ولا انا. ولا انت. طب ما تاخدي اجازه من شغلك في الفندق لحد ما الامتحانات تخلص. ما ينفعش، محتاجه فلوس، اخواتي مصاريفهم كتير قوي. ازيكم؟ ازيك يا ايهاب؟ ازيك يا كابتن؟ عايز اتكلم معاكي. مش هينفع نستنى اكتر من كده، لازم نتجوز يا مروه. طب وبابي؟ احنا عملنا اللي علينا وحاولنا ناخد موافقته، هو اللي مرضيش. انا من غيرك هضيع يا مروه. انا مش موافق على اللي بيحصل ده. المفروض يتجوزها رسمي. ايه بقى رسمي تجوز العرف والقرف ده؟ انا حاولت اقنعهم وهم دماغهم كده. انت كمان الاستاذ عايز يديها الورقتين عشان تحس انها حره. حره؟ وهي وافقت على الكلام ده؟ وافقت. بقول لك ايه؟ اربط الحمار مطرع ما يحب صاحبه وامضي لي هنا. ايهاب، مروه، اتفضلوا اسمعوا. مبروك يا ريس. لما يمضوا لازم تعرف ان الاعلان جزء مهم من اركان الجواز العرفي. يعني ايه؟ يعني لو حد سالني مش هداري. مش هداري والنبي، من غير ما حد يساله. هيسيح لكم، هيسيح لكم، اطمنوا. مبروك يا عروسه. خلي بالك من الورقه دي. قومي، عايزك تجيب الشربات. قوم قوم قوم. مبروك يا بابا. مبروك يا مروه. بتعيطي ليه بس يا مروه؟ كان نفسي ماما تكون موجودة في يوم زي ده. كان نفسي ألبس فستان الفرح وهي اللي تلبسهولي. مش هخاف، ما تزعليش. احنا لسه بنبتدي حياتنا. ها؟ توحشيني. أكلمك أول ما أوصل. بابا، في واحدة اسمها مايا كلمتك كذا مرة. لو اتصل التاني يقول لها مش موجود في أي وقت. مين مايا دي؟ في واحدة كده صاحبة سليم. إيه؟ أنت كويس؟ ما كفاية بقى، ما تسيبيه في حاله. أنت محموق كده ليه؟ هو ده أول واحد؟ بس ده صاحبي، وقلت لك إنه مالوش في الجو ده. أهو بقى ليه؟ وبعدين أنت مقفرها ليه؟ ده شغل. وده اللي بيصرف عليا وعليك. ولو ما روحتش تجيبه انا هروح له وهقول له صاحبه الانتين بيعمل ايه. انت كويسه؟ في ايه؟ بسالك انت كويسه؟ اصل عمرك ما سالتني السؤال ده يا بابا. مش واخد بالك. انا كويسه. وازاي صاحبتك حنان؟ بتشوفيها؟ اكيد مش معايا في الكليه. واخوها ايهاب بتشوفيه؟ لا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا سمعت الصلاه على النبي، انت السيطره هنا كلها. تحت امرك. بقول لك يا اسطى، تعرف تخلط لي اكره زي دي؟ بس دي هتاخد شغل جامد قوي يا اسطى. البركه فيك، انت كل في الكل هنا. ماشي. اصل حسين
اصل حسين اؤمر يا اسطى. تعرف تخرط لي واحده زي دي؟ صراحة هو صعب بس حاول يا اسطى. يلا توكل على الله. امرك يا اسطى. والصلاه على النبي كده هتكلفني الحته بكام؟ 90 جنيه. 90 جنيه يا حاج؟ اتباع في السوق 100 جنيه. يعني انت لاقيها اصلا في السوق؟ بقول لك يا حاج من الاخر كده 100 حته والحته ب 50 جنيه، قلت ايه؟ استبينا. قول مبروك. بقول لك يا عم الست دي شكلها مش مظبوط وانا ماليش في الجو بتاعكوا ده. وبعدين انا خلاص اتجوزت. اتجوزت؟ شش مروة؟ معلش اصل الموضوع جه فجأة كده. انت عايزاني في ايدي؟ شغل. شغل؟ بجد والنبي؟ هتشغلني ايه؟ مش عارف. قابلها. لو ما عجبكش الشغل ارفض. اوعى تكون عايزة تشغلني دي جي زيك. انت طول يلا. ازيك يا طارق؟ قاعدة في الهلومة دي لوحدها؟ اه قاعدة في الهلومة دي لوحدها. اهلا اهلا. ازيك يا امان؟ ازي حضرتك؟ بقى عشان اشوفك لازم استصنع سليم. لا ازاي؟ انا بس الفترة اللي فاتت دي كنت مشغول شوية. كنت فاكراك بتهرب مني. معقول؟ ده انا كنت لسه بقول لسليم انا بعز حضرتك قد ايه، مش كده يا سليم؟ اه صح، لسه قايل لي كده دلوقتي. طيب اتفضلي. ثانية واحدة. خدي اهي دول 10,000 جنيه مبلغ تحت الحساب. حساب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. شو جابولك رمز ودول تحل بيهم كل مشاكل وهتبقى تقسطهم من مرتبك لحد ما يحضر لك العقد بعد يومين ثلاثه. مش تقولي له هشتغل ايه الاول؟ طب مش انت تجيب حاجه لإيهاب يشربها الاول؟ هنا يعني ممكن اعرف اشتغل ايه؟ هتشتغل مع رمزي طبعا، ده رجل اعمال كبير وعنده 100 شغلانه وشغلانه وكلها يومين ثلاثه ويرجع من السفر. ممكن بقى تنزلي هنا؟ الحقيقه ده كتير قوي، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انت تستاهل اكتر من كده يا ايهاب. معلش بقى هلو، يعني لما مد ايدي على الحصال انا حاسس ان شاء الله المشروع ده هيبقى فاتحه خير علينا. لولا اني عارفه انك شاطر ما كنتش اديتهم لك ابدا. يا بنتي انا حاسس ان هو ده اللي هيعمل لنا النقله الكبيره اللي بنحلم بيها. ماشي يا حبيبي. سلام. انت رايح فين بقى مش تفهمني؟ مفاجأة. هو النهارده يوم المفاجآت؟ خرجت من الجامعة لقيتك في وشي، مفاجأة. خطفت مني المفاتيح وأصريت تسوق عشان انت اللي عارف السكة، مفاجأة. ودلوقتي مش عايز تقولي رايحين فين عشان تبقى مفاجأة. هو في ايه بقى؟ مش قلتلك مفاجأة؟ ايه رايك؟ على ورقة التمر. مش تفهمني الاول شقتنا ازاي؟ تعالي افهمك. اشتغلت وقبضت عربون رحت مأجر الشقة ودفعت شهرين مقدم. طب خبر زي ده مش مفروض تقوله لي أول ما تشوفني؟ المهم إني قبضت وأجرت الشقة وبقينا لوحدنا. حنان عزك. ازيك وحشتيني، انت فين؟ انا كنت في المحاضره. انا النهارده جاي عازمك على الغدا عند ابو سيد الدمياطي، وبالمناسبه دي نتكلم على العفش. اصل انا مستعجله قوي يا عزك، ورايا مذاكره قد كده. بص انا هاكل في البيت وبعدين اقعد اذاكر شويه ونبقى نتكلم. انت قصدك تقولي يعني اللي انا معطلك على المذاكره ولا ايه؟ انا ما قلتش كده يا حبيبي. طب على العموم جاي اقول لك ان انا ربنا كرمني وحوشت قرشين حلوين نعرف نجيب الدبلتين والمحبس. قصدك ايه؟ قصدي انا عايز ميعاد مع الست الوالده ومع ايهاب عشان نلبس الدبلتين ونقرا الفاتحه والموضوع يبقى رسمي. انت مستعجل قوي. مستعجل؟ بحب. بص خلينا نتفق على حاجه، اوكي؟ احنا ناجل كلام في الموضوع ده خالص لغايه ما الامتحانات تخلص.
احنا لازم نركز، انت ما ينفعش تسقط السنه دي. لا ان شاء الله مش في السقوط ولا حاجه، ان شاء الله هنطلع من الاوائل. اصلك لو سقطت السنه دي هتبقى نكته، هتبقى رسمي اكبر واحد في الكليه. شفت الساعه بقت كام؟ اخرتني، اخرت قوي، هروح واكلمك. اوكي باي. الحمد لله. كويسة؟ هنروح فين؟ أي مكان. صباح الفل. صباح الفل. اتفضل. محل تحت أمرك. أنا دخت في السوق عشان ألاقي الأخرى، مش لاقي منها خالص. ألاقيهاش عندك؟ لا والله، دي مفيش منها، لا قديم في الوكالة ولا جديد في السوق. ها؟ لا راجل. واللي جيت لك منها؟ هي شكلها جديد. عندك منها؟ عايز كام؟ ده انت جاهز بقى. انا اخد في الاول 20 حته، وبعد كام يوم عدى عليا اقول لك ايه الحاله. طب مش تقول لي بس هتاخد مني الواحده بكام؟ 60 جنيه. انت لسه بتقول مش موجوده في السوق. ب 80 جنيه وهتاخد مني 100 حته. قلت ايه؟ متفقين. مين يا ماما اللي مد ايده على فلوسي تاني؟ سكه ما بترديش ليا يا ماما. معلش يا هاله. اصل ابوك يتزن تاني؟ تاني يا بابا؟ حرام عليك، انت عارف ان دي فلوس محسن اللي محوشها معايا. حرام عليك بقى. هعمل لك ايه يعني؟ ما انت عارفه كبير وغطاه. لا كبير ده بقى لازم يشوف له غطا غيري. انا زهقت خلاص. وبعدين انتوا عارفين تجوزوني ولا سايبين نجوز نفسي؟ حرام عليكم. ما احنا جبنا لك عريس مريش كان هيشيل عنك وعنا الفقر. معلش يا هاله، ده انا حاسباهم بالمليم يا حبيبتي، ده انا حتى كاتباهم، وان شاء الله قريب قوي ابوك يقدر يرجعهم لك. هيرجعهم لي منين ان شاء الله؟ هيزودوا له مرتب ولا ايه؟ ربنا يسمع مني. يا ربنا انتوا عينك جيب ورق. ايه رايك ده؟ وحش؟ لا. شوف بقى. انت عارف انت عارف. ده؟ ده؟ اوكي. اخده؟ اوكي. حتى شويه ما تبقاش بخيل. حط بقى. الحلقه عندكم بكام؟ 50 جنيه. طب حط شامبو كمان. دي ولا دي؟ كويسه. دي. دي كمان. السلام عليكم. اطلعي تاني. هاي فتاة سيدنا كمان. ايوه. عميق. هاخد دي. مين اللي جايب لك الحاجات دي؟ دكتور فوزي، عايز يتجوزني وانا موافقه، ارتحتي؟ لو عايز يتجوزك يجي قابلني ولا قابل اخوكي. لسه بنتعرف على بعض. وعزت اللي بيحب كرامتي ايه؟ ده شريكي. شاريني؟ شاريني بكام؟ انا مش عايزه اتعذب في حياتي زيك. فوزي راجل جاهز، وعزت ما عنديش استعداد اقعد جنبه سنين على ما يجهل. طلع على ابوكي ما يملاش عينك الا تراب. اسمعي، الحاجات دي ترجع له، ولو عايزك صحيح يجي قابلني ولا قابل اخوكي. مش يمكن بيضحك عليكي؟ انا ما حدش يعرف يضحك عليا. وبعدين هو فين اخويا ده؟ ما هو عايش وشاف حياته خلاص. على فكرة اتجوز مروة عرفي. هو ما قالكيش؟ انا نازلة. ما تاخريش. ها بابا، انت عارفني بروح اذاكر عند اصحابي. ما تخليهم يجوا هنا يسافروا معاكي. معلش لو هتاخر هكلمك. طيب عايزة فلوس؟ لا باي. عايزة 200 جنيه. Thank you.
فين؟ انا هنا في المطبخ. شوف مره طبخ لنا ايه النهارده؟ مفاجاه، هتاكل سلطه كره. اسمها ايه بقى المفاجاه دي؟ اسمها فاهيتا. فاهيتا؟ بقول عليكي تعملي فيها كده برضو. ايه الهك اللي انت بتعمله ده؟ حلو قوي. عارف مامي كانت بتقول الست عمرها ما تحس انها متجوزه الا لما جوزها ياكل من ايدها. بجد؟ كانت بتقول ايه كمان؟ محضر السفره، الاكل هيتحرق. الو، ازيك يا ايهاب؟ انا رمزي. ايوه يا استاذ رمزي، الحمد لله على السلامه. انا عايز اشوفك النهارده الساعه 8. النهارده الساعه 8؟ تمام، هستناك. تحت امرك. اسمع يا ايهاب، انت كنت عايز تعرف ايه الشغلانه اللي هتشتغلها معايا؟ اه طبعا، يا ريت. عارف الافلام اللي بيسموها ثقافيه؟ مالها؟ هي دي اللي احنا هنشتغلها سوا، انا وانت. مش فاهم. انا هفهمك، يعني انتوا الاثنين هتناموا سوا وانا هصوركم ببيعها بره، عليها طلب كبير قوي. ايه؟ في كل مره هديك قد اللي انت خدته. الشغل ده بينزل على الانترنت بس هو مشفر، يعني محدش هنا هيشوفه خالص. انتوا اكيد اتجننتوا، ما لقيتوش غيري. انا استحاله اعمل كده. ما انت عملت خلاص وصورناك. تحب تشوف ولا تتكسف؟ انتوا ازاي تعملوا كده؟ دي جريمه. ليه بتقول كده؟ ليه ما تقولش ان ده بيساعد الناس ويعلمهم علشان يقدروا يحبوا بعض اكتر؟ اكيد اتفرجت على افلام زي دي قبل كده. عمرك فكرت انها جريمه؟ شوف يا اهل، باختصار يا حبيبي هم 3-4 شهور ومش هسيبك الا لما يبقى عندك شقه تمليك وعربيه وفلوس في البنك. انا هوديكم في داهيه، هبلغ البوليس. وهتقول لهم ايه؟ قصدنا عليك تنام معاها بالعافيه؟ انا قلت لك هم شهرين وتبقى عايش ملك ويبقى معاك فلوس كتير. مش عايز فلوسكم الوسخه دي. انا هرجع لكم ال 10,000 جنيه اللي خدتهم. قصدك ال 100,000 جنيه؟ انت ماضي على وصل امانك 100,000 جنيه. ايه؟ قصدك مضيت وانت مش داري. كنت ملهوفة على الفلوس. فكر كويس يا ايهاب، دي فرصة كبيرة. ولو مش عاوز اديني يا سيدي ال 100,000 جنيه واديك الشريط بإيديا. انت ازاي تعمل فيا كده؟ وانا قلت لك تروح تنام معاه. عايز تقنعني انك ما كنتش تعرف القرف اللي هما بيعملوه؟ اعرف منين؟ انا شغال عندها دي جي. انا مش مصدقك يا سليم، ازاي تعمل في صاحبك كده؟ انا لازم ابلغ البوليس. ايهاب، ايهاب اوعى يا ايهاب، الناس دي مش سهله، لو بلغت البوليس هيأذوك صدقني. يعني عايزني اشتغل معاكم في الدعاره؟ مش احسن من عامل في بنزينه؟ يا خسارة يا سليم، ما كنتش اعرف انك بقيت قذر كده. ازاي تتجوز من غير ما تقول لي؟ وكمان عرفي تربى يحصل كده في اختك؟ حرام يا ابني حرام. واللي بيحصل فينا ده مش حرام؟ الشباب اللي مترمي في الشوارع لا عارف يشتغل ولا يتجوز ولا يعيش رجولته مش حرام؟ ما فكرتش في ابوها؟ ما فكرتش فيا؟ ابوها ما وافقش، ولو كنت قلت لك ما كنتش هتوافق. وبعدين ايه الفرق؟ مش الجواز اشهر؟ ادي الناس كلها عارفه. انا كنت عايزه افرح بيك بس بقول لك ايه، اول ما ربنا يفرجها عليك تتجوزها رسمي واعمل لكم فرح كبير خالص. اضحك بقى، مش خلاص ولا في حاجه تانية؟ مفيش مفيش. ايه ده عزك؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش في ميعاد عشان اوصلك في الجامعه؟ حق عليا اللي عايز ارحمكم من زحمه المواصلات. ما قلتليش، ايه رايك؟ حلو اللبس ده؟ حلو قوي، بس انا مستعجله. ايه رايحه فين يا حنة؟ عندي مشوار كده. لا مشوار ايه؟ ده انا عايز منك على فنجان قهوه من 30 جنيه في الاوتيل اياه. معلش يا عزت، خليها مره تانية. مالك انت؟ حاسس ان انت متغيره؟ ولا متغيره ولا حاجه، عادي يا عزت، بقول لك عندي مشوار مهم، عادي. باي باي، هبقى اكلمك.
ازيك؟ ازيك؟ اتأخرت عليك؟ آه لا سكي مفيش مشكلة. معلش. كده برضو حنان؟ تعملي في انا كده؟ ده انا بحبك. بس انت برضو معاك حق. انا اللي طلعت من توبي. عايز ادخل في سوق عايز النسوان. دي بقى فضيتني. جبت فلوسي يا قمر؟ محسن بابا خد لي الفلوس اللي احنا محوشينها. يا نهار ابوك اسود. انت بتتكلمي جد؟ بس بقى بس ما تعليش صوتك بلاش فضايح. فضايح؟ انت ايش شرط فضايح؟ مالك دول ايه؟ ما بيحسوش؟ مش عاملين لي اي حساب؟ مره يجيبوا لك عريس عليا، مره ياخدوا الفلوس بتاعتي. يعني انا شقطه بيطلع عين امي في الاخر هم يطوشوا فلوس؟ انت يعني انتوا شويه حراميه؟ بس بقى عيب كده كفايه بقى حرام عليك، انا لا هي منك ولا منهم. خلي اهلك ينفعوكي. انا تعبت. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ انا خلاص موافقه على العريس اللي انتوا جبتوني. طب ومحسن؟ سيب لبعض. مش ده اللي انتوا كنتوا عايزينه وهو حصل. ربنا يكملك بالعقل يا بنتي. مالك يا إيهاب؟ إيه اللي مضايقك؟ مخنوق شوية. في حاجة؟ عايز أشم شوية هوا. حسام تعال شوف الباشا. إيهاب أنا عايزك. عايز مني ايه تاني؟ ما تسيبني في حالي بقى. عايز اتكلم معاك يا ايهاب. انا بقى مش عايز اتكلم معاك. يلا احنا اصحاب. يلا في ايه يا ايهاب؟ كنا اصحاب. تعالى معايا دلوقتي. انت من سكه وانا من سكه يا سليم. بس كده يا ايهاب. تعالى معايا امشي من هنا بقى. يا اتفضل. هما كلمتين وماشي. حضرتك ما تعرفش الموضوع اللي بيني وبين حنان؟ لا. موضوع ايه؟ المفروض انا وهي نتجوز. لا ما اعرفش. ليه يا دكتور؟ هي ما قالتلكش وهي معاك في العربيه؟ انت عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ انا وحنان بنحب بعض من 4 سنين ومتفقين على الجواز. تفتكر يا دكتور هي بتحبك انت؟ لا ما بتحبنيش. كانتش وافقت انها تتجوزني. ما كانتش ركبت معانا العربيه. مش انت شفتنا؟ شفتكم. انا اسف للازعاج. ومبروك. بتعمل ايه هنا؟ كنت ببارك للعريس. عايز اوعى تكون ضربته.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. إحنا هيزيدنا شرف والله العظيم. أوعدك إني أسعدها. الله يخليك. الله يخليك. لا نشرب الشربات بقى اتفضل. مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. تغلبها بالمال وتغلبك بالعيال. ما تزغرات يا ولية. سلم على عريسك. مش هسلم على حد. بس حبيبتي ايه بالراجل في بيتك بيقول علينا ايه؟ انا اتفقت معاه ان كتب الكتاب والدخله بعد ما تخلصي على طول. شوف الراجل ذوق ازاي. ده انا جزء من المهر. ما هو عارف ظروفنا. قصدك العربون. اخص عليك يا هلا ما تقوليش كده. وما اغسليش اخرجي سلمها لي وبعدين يبقى يحل لها الف حلال. ماشي. انا هقوم اسلم عليه. بس الفلوس بقى اللي خدتها من محسن ترجع له. دي امانه بقى ولازم ترجع لاصحابها ولا ايه؟ اه طيب يلا يلا. يا فلوسك عارفه مفيش فرق بينهم. الحق يا وحش. ده بترفعتي كلها يا عم. سيب الحاجه يا عم. يا عم سيب الحاجه يا باشا. يا باشا خد الخطه يا باشا. بس يلا باشا. بس تقولوني يا باشا. يلا يا باشا. حرام عليك يا باشا. ليه باشا؟ حرام عليك يا باشا. انا طالع التجاره يا باشا. حرام عليك الحاجه دي. حرام عليك يعني. والله يا باشا حرام عليك. ده فاتحه بيتي دي. فاتحه بيتي الحاجه دي يا عم. حرام عليك. حرام عليك والله. دي فاتحه بيتي. وحشتيني يا هلا. سلامتك. نفسك متبقاش تقلع عليا. لسه غدة واقف مستناكي بره عشان اجيب الفندق. قولي مش هقدر اخرج النهارده. تعبانه. طيب خير يا حاجه. هي مالها؟ تعبانه شويه. طب استاذنك في شويه شاي لغايه ما ابص عليك. عينيا. هي اللي بيقولوا تعبانه. في ايه؟ يا بت ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ ده الموسم بدا وعندنا شغل كتير. خلاص بقى كفايه. حرام عليك. ما بقتش قادره. تعبانه وقرفت من نفسي. خلاص بقى حرام عليك. كفايه بقى. كفايه. نعم يا روح امك. انت فاكره نفسك شغاله في الحكومه يا بت تبلطجي زي ما انت عايزه؟ لا فوقي. ده الولايه كنت ضعتي وجعتي انت والمحاريس اللي بره دي وامك. اسمعيني كويس قوي. والشرف الغالي عندي اعمل لك فضيحه بكلاجل في الحته وفي الجامعه. واقول لهم بقى بتصرفي منين وجبت اللبس ده منين. افهميني كويس والا هسيح لك سياح ما حصلش. مستنيك بكره الساعه 12. ابقي ما تجيش.
ما تخافيش هنبسط كلنا. عنده ايه يا دكتور؟ بنتي ما تزعليش، هو عنده ازمه قلبيه حاده. يا نهار ابوك اسود، صورته وانت نايم مع واحده ست وهينزلوا الشريط بره على النت كمان، يعني فضيحه بجلاجل. استغفر الله العظيم يا ابني، في حد يعمل كده؟ انت وديت نفسك في ده يا ايهاب. تفتكر ابلغ البوليس؟ كده يبقى فضحت نفسك اكبر فضيحه في حياتك. صورك هتملى كل الجرايد ومراتك هتسيبك، ده غير ان عيلتك كلها هتتجرس. طب ايه الحل؟ انت تعرف البيت ده فين؟ اه خلاص، احنا نروح برابطه المعلم نطحنهم ونجيب الورق والشريط ونرجع. يا اخي بقى بطل بقى شغل الفتوانه بتاعك ده، انت محامي انت؟ اسمع يا هاب، احنا نلم ال 10000 جنيه دي وتروح للست وتحاول باي طريقه تجيب منها الشريط والورقه، فاهم؟ وانا معايا 4000 وانا هدبر لك الباقي ما تقلقش. آسف يا حنان، مش هقدر أساعدك. أنا ما ينفعش أتجوز كده، هظلمك معايا. أنت لسه صغيرة، محتاجة راجل تعيشي معاه، يعني حياة طبيعية. على فكرة عزت ولد كويس، هو هيقدر يساعدك. ايوه 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 اللي جابك؟ أنا آسفة، أنا عارفة إني غلطت وعايزك تسامحني. إيه يا عروسة؟ الجوازة باظت؟ جاية للستيب؟ لا يا عزة، أنا لسه بحبك، عارفة إني حسبتها غلط، بس أنا مبقاش لاقي حد غيرك. عزة أنا بحبك. بس استاذنك بس يا اسطى، استناني ربع ساعه. الربع ساعه دي لا مؤاخذه، يعني على حساب مين؟ على حسابي برضه. خلاص اذا كان كده خد راحتك. مايا
مايا مايا مايا اطلع بسرعة بسرعة على فين؟ فهمت انت جاي تهجر نشجع مجنون زي يكون شاف عفريت وايه الدم اللي على ايدك ده؟ مفيش مفيش بقولك اطلع بسرعة بسرعة على فين؟ فهمني انت عملت ايه جوه؟ ما عملتش حاجة بقولك اطلع يا ابني فهمني عملت ايه جوه؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ها؟ فهمني يا بوليس يا بوليس البوليس قبض على المتهم هو تقريبا سنه 25 سنة رحلة سعيدة واحد صاحب اسمه ستيف تيفني كان بيشتغل عند دي جي هو اللي عرفني عليها طب ورحت لها امبارح ليه؟ كنت مستلف منها 10,000 جنيه وكاتب على نفسي وصلة عشان كده قتلتها؟ ما قتلتهاش والفلوس دي؟ ناس صحابي كانوا مسلفينهم لي اسمهم ايه اصحابك دول؟ يا باشا لو عكرتيني والله ما بتاع يلا يا باشا روح المخزن عندي طب يا ابني ما تخافش انا جالك بسرعه ان شاء الله يلا يلا تعالى انما انت تاخد الدواء ها يلا امشي يلا يلا عاجبني يلا على كده بقى على فكره انت بتقول ده غلط انا امشي انا ده مش قانون اللي انت بتعمله ده يا ريس احنا لمينا الفلوس من بعض وادينا علي ايهاب عشان يقدر يجيب وصل الامانه اللي عليه وكمان الشريط اللي هيوديه في 60 داهيه ده شريط ايه؟ شريط ايه؟ أصلها صورتني وأنا نايم معاها وهددتني بشريط أو أدفع لها 100,000 جنيه يعني ما كنتش تعرف إنها بتصطاد الشباب وتصورهم هم ها نايمين معاها لا يا فندم أنا كل علاقتي بيها إني بشتغل عندها دي جي بس ما أعرفش حاجة عن علاقاتها الشخصية مش أنت اللي عرفتها على إيهاب منصور؟ أيوه إيهاب كان محتاج لشغل بس ما كنتش اعرف انها هتصوره وتهدده بالشريط تعرف رمزي رضوان مدير اعمالها تعرف هو فين دلوقتي سمعت انه مسافر المانيا اخر مره شفتها امتى في الكلاب من يومين جابت الشباب ده كله منين بطلع وحشة يا فندم ده اللي مهم لي كله مهم يا فندم اطلع معانا اطلع معانا قررنا نحن وكيل نيابة عبدين في القضية رقم 65 بتاريخ 20/6/2008 الآتي إخلاء سبيل كل من محسن محمود وعزة أيوب وسليم حجازي بضمان محل إقامتهم إخلاء سبيل كل من هاني أحمد وحسني محمود وماجد علي بضمان مالي قدره 500 جنيه كل منهم يحبس المتهم إيهاب منصور 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد والله العظيم ما قتلت حد والله ما قتلتها اتكلم يا عز انا قلت يا عز انا كده عرفت ده يا جدعان اتكلم يا عز اتكلم يا محسن مش بتقول ان انا قتلت الشباب لا يا عز ما قتلتش حد خالص ده فين بتقول ان سليمه انت قتلت هناك سيبك يا شيخ والله يا فندم ما قتلت حد الله مين اللي بيخبط كده قوم يا محمود شوف مين طيب السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا طنط في ايه؟ إيهاب اتقبض عليه متهم في جريمة قتل قتل؟ مروة مش هو ده إيهاب أخو حنان؟
لله. يلا تعالى. انا مصدوم، انا مصدوم، حرام عليكم انا مصدوم. يا ولد الكلب حرام عليكم. عورتوني يا ولد الكلب، عورتوني يا ولد الكلب، يا ولد الكلب حرام عليكم، انا مصدوم. عورتوني، عورتوني يا ولد الكلب، حرام عليكم يا ولد الكلب، حرام عليكم. مروان إيهاب اسمعيني، أنا هربت. صدقيني يا مروان أنا ما قتلتش حد. نفسي صدقك بس مش قادر. وبعدين ده أنا إزاي ما تقوليش؟ ومين الست دي يا إيهاب؟ إزاي تعمل كده؟ أنا عارف إني بوظت كل حاجة. طبعا بوظت كل حاجة، واللي عملته ده خيانة. ألو مروة. إيه مالك بتعيطي ليه؟ أنت مالكيش دعوة الموضوع ده خالص. لا بقى ليها دعوة. ما تقولي له مروة ولا قول لنا. أنا وإيهاب متجوزين. اللي بيحصل ده إيهاب؟ والله يا ماما ما قتلت. ده أنا ابنك، أنت أكتر واحد عارفاني. ما فكرتش فينا يا ابني. ضيعت نفسك وضيعت الدنيا يا ابني. معلش يا ماما لازم أقفل. أكلمك تاني. إيهاب! انت يا مروه تعملي فيا كده؟ تتجوزي من ورايا؟ ما فكرتيش فيا؟ كل ده كان ممكن ما يحصلش لو حضرتك كنت اديتنا فرصه، ولو كنت حاولت تتعرف على ايهاب اكتر. فرصه؟ انا كنت بحاول احميكي. لا انت قفلت الباب في وشنا. مش مهم ازاي، مهم هربت وخلاص. اسمع سليم، انت اللي تبستني في المصيبه دي وانت لازم تخرجني منها. انا عرفتك عليها عشان كنت عاوز اساعدك. كنتش عارف ان كل ده هيحصل. بس انت عارف كويس ان انا ما قتلتهاش. بس دول مسكوك متلبس يا هاب. بقول لك ما قتلتهاش يا سليم، صدقني. المهم ان انا محتاج اسافر وانت الوحيد اللي ممكن يساعدني. ساعدك ازاي؟ انا محتاج باسبور مضروب وفيزا لاي بلد. انا ما اعرفش حد ممكن يعمل كده يا ايهاب. لازم تلاقي حد اسليم. لو ما عملتش كده هتشلم. وانا ما عملتش حاجه. والله العظيم ما عملت حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا هحاول اني اساعدك. اوعدك اني هحاول. خد. خد اشرب عشان تاكل. مش عايز زفت. انا كمان عاوز اسافر. انا خلاص عرفت من هنا. عاوز ابتدي حياه نظيفه. كفايه شرب التذكره. انا ممكن اقعد عندك هنا لحد ما اسافر. طبعا يا ايهاب انا بيتك. انا هدخل الحمام، حاسس اني مش طايق ريحتي. Thank you.
جماله؟ كنت مصاحبها؟ ايوه كنت بحبها، هي اللي عرفتني الحياه اللي انت شايفها دي، سهر سفر فلوس، ادتني كل اللي انا عايزه، شريتني من الفقر والقرف اللي كنت فيه، هي اللي جابت لي الشقه اللي انت شايفها دي. انت عارف اللي هي بتعمله، عارف موضوع التصوير والشرايط. انا كنت اول واحد صورتني وهددتني، وافقت، بعت نفسي عشان كنت بحبها، كنتش اقدر ارجع لحياتي القديمه. ساعات كنت بجيب لها شويه عيال، كنت بتقطع من جوه، بس ما كنتش اقدر اقول لا. ازاي تعمل كده؟ ازاي يا سليم؟ ما كنتش عايز ابقى انا بس الوسخ، ما كنتش عايز ابقى انا بس اللي بيبيع نفسه. وعشان كده ودتني ليها، عشان ابقى زيك. لا يا ايهاب انت لا، صدقني حاولت ما قدرتش، حاولت امنعها يا ايهاب ما قدرتش. وازاي وافقت؟ ازاي يا سليم؟ ما قدرتش يا ايهاب. يا ريت ما كنت قابلتك في اليوم ده يا اخي، يا ريت كل ده ما كان حصل. انت اللي قتلتها يا سليم. انا ما قتلتهاش. لا انت اللي قتلتها. قول لي انا، قول لي احنا اصحاب، قول لي، قول لي الحقيقه. انت اللي قتلتها مش كده؟ ها انت اللي قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها، قتلتها عشان ما تبقاش زيي، قتلتها عشان احميك. انا عرفت من ضميرك الصحي ده، اشمعنى دلوقتي؟ عشان انت صاحبي. انت مركز عليه كده ليه؟ ما في 100,000 راجل تاني ممكن يعمل الشغلانه الواطيه بتاعتك دي. الشغلانه الواطيه دي هي اللي بتصرف عليك وعليا. اديله الشريط توصل الامانه وخليها ننساها بقى، انا ما اقدرش ادمر حياه صاحبي، مش كفايه انا؟ انت ايه؟ انت ولا حاجه من غيري ومن غير الشغل ده. انا اللي عملتك بني ادم، روح ارجع للحاره البيئه بتاعتك دي، وشغل ساعي ولا عامل بنزيما زي صاحبك. انت بتضربني يا حيوان يا ابن الكلب، امشي، مش عايز اشوف وشك يا تاني، امشي بره بره. بعديها اتصلت برمزي، قلت له ان انا لقيت مايا مقتوله، وقلت له يسافر عشان ما تفضحش كلنا. ما كانش قصدي اقتلها، بس كان لازم اعمل كده، كان لازم اقول لا ولو لمره واحده في حياتي، كان لازم اعمل كده عشان احميك واحمي نفسي. سليم انت هتيجي معايا البوليس وتعترف بكل اللي قلته لي؟ ما اقدرش يا ايهاب، امي هتموت لو عرفت انا كنت بعمل ايه وباكلها منين. وامي ومراتي واخواتي يموتوا وانا اتشنع عشانك ليه؟ اسمع يا ايهاب، انا معايا فلوس كتير هسفرك، ما تقلقش. انا مش عايز اسافر اسيب بلدي ليه؟ عشان جريمه انت اللي عملتها. انت هتيجي معايا البوليس وتعترف غصب عن اللي جابوه؟ ما اقدرش يا ايهاب، ما اقدرش. لازم تعترف يا سليم، لازم، مش عشاني، عشان صحوبيتنا، عشان نفسك، عشان تحس انك فعلا قلت لها لا. لا يا سليم. بعد الاطلاع والمداولة وسماع المرافعه الشفوية، حيث ان المحكمة اطمأنت الى ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمين لما أتوه من أفعال مشينة لجريمة أضرت بالمجتمع، فيجب التصدي لمثل هذه الأفعال بعقوبة رادعة لهذه الجريمة، لتكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه إتيان مثل هذه الأفعال. بناء عليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سليم حجازي مصطفى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم إيهاب منصور حسين بالسجن سنة مع الشغل، وغيابياً بمعاقبة المتهم رمزي أحمد رضوان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. Thank you.
كويس كويس قوي. سلام. يلا شغل شغل يا مكتب. عرفت هنلحق ان شاء الله. يلا عايزين نشوفك هنا تاني. طب زعلان عمرك ما شفتك. مع السلامه. بحبك مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني. بحبك حب مش عادي مشاعري من زمن تاني. بحبك مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني. بحبك حب مش عادي مشاعري من زمن تاني. وروحي ساكنة في روحي في قلبي شفت شرياني دموعي تجري فعلي.